بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الأولى أن الخصائص التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام عن جميع الأنبياء بدليل مقبول زادت على 50 و300 خصلة. ومن ذلك أخبرنا الله جل شأنه أن نعمه على العباد كثيرة لا يمكن أن يحصيها الإنسان، كما قال جل شأنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنها كثيرة جدا، سواء كان في جسد الإنسان، في عقله، في ماله، في ولده، في مجتمعه، في بيئته، في محيطه، في إنسانيته، لا يستطيع الإنسان أن يحصي نعم الله عز وجل عليه. بل لو أراد أن يحصي نعم الله تعالى في جسده فقط ما استطاع، فكيف أن يحصي سائر النعم؟ ومع كل هذا، المولى جل شأنه لم يمتن علينا نحن معشر البشر إلا بنعمتين اثنتين من تلك النعم الكثيرة التي لا تحصى. الأولى كما في قوله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وهذه النعمة، هذه المنة تمثل لا إله إلا الله. والنعمة الثانية التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا معشر المسلمين متمثلة بقوله جل شأنه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يمنون عليك، هذه الأولى، بل الله يمن، وهنا لقد من الله على المؤمنين. وهذه النعمة الثانية التي امتن الله تعالى بها تمثل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاتان النعمتان لا تنفكان، لأنهما مفتاح دخول العبد إلى هذا الدين، ولأنهما مفتاح خروج العبد من هذه الدنيا، ولأنهما مفتاح دخول الجنة. فكيف تنفكان؟ لا يمكن أن تنفك نعمة عن أختها، وقد من الله تعالى على الأمة بهاتين المنتين. أيها الإخوة، الله عز وجل يحب هذه الأمة ويرحم هذه الأمة، وهو رؤوف بهذه الأمة، لذا جعل الله تعالى لها رسولا
جعله على أعينه وكمله وجمله وجعله أسوة حسنة. ولم يدع المولى جل شأنه هذه الأمة تتيه في بيداء البحث عن أسوة تأتسي بها وقدوة تقتدي بها، لأن من فطرة الإنسان أن يقلد الضعيف القوي وأن يتبع الضعيف القوي وأن يلتزم الضعيف بمنهج القوي. فالله جل شأنه من رحمته ورأفته ومحبته بهذه الأمة أن خلق لها هذه الشخصية التي كملها وجملها وصنعها على عينه وجعلها أسوة حسنة وأمر بطاعتها وعدم العنود عن أمره وحاله عليه الصلاة والسلام. ذلكم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الإنسان الذي يأتسي بتلك الأسوة الكاملة ويقتدي بذلك المثل الأعلى لا بد أن يسير وراءه ولا بد أن يقتفي أثره حتى يصل إلى شاطئ السلامة، فإن جانبه يمينا أو يسارا فإنه لن يصل وسيضيع في دروب الصحراء، صحراء الدنيا التي لا يعرفها، فيهوي إلى الجحيم وهو لا يدري. لذا أوجب الله تعالى الأخذ بكل ما جاء به هذا الرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا ذكر الله تعالى أمرين، أمر الطاعة وأمر المخالفة. أمر الطاعة يتمثل في أمرين: فعل النبي عليه وآله الصلاة والسلام وقوله عليه وآله الصلاة والسلام الذي يتمثل الطاعة، والثاني هو النهي. فيلزمك يا أيها المسلم في الحالتين أن تكون مطيعاً ملتزماً. ولاحظوا أيها الأخوة أن اللفظين تقدم كل لفظ منهما ما التي هي من صيغ العموم، وما آتاكم الرسول فخذوه، كل ما جاء به يلزمك أن تأخذ به، وكل ما نهى عنه يلزمك أن تنتهي عنه. وهذا يعتبر من أقوى الأدلة على وجوب التزام المؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظوا معشر الأخوة أيضا أن الله تعالى جعل الإضافة في الأمرين للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه. فيلزمك في الحالتين الامتثال والطاعة وعدم العنود. لذا
جعل الله تعالى طاعته عليه وآله الصلاة والسلام طاعته تعالى، فقال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأنت في الحالتين إذا التزمت ما جاء به وأخذت بما أمر به عليه وآله الصلاة والسلام كنت مطيعا لله تعالى قبل أن تكون مطيعا لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. وإذا انتهيت عما نهاك عنه عليه وآله الصلاة والسلام كنت مطيعا لله عز وجل قبل أن تكون مطيعا للنبي عليه وآله الصلاة والسلام فيما نهاك عنه. ولهذا جعل المولى عز وجل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس وهو مصدر العلوم، وعنه تفرعت جميع العلوم. وليس الوحي الذي يأتي النبي عليه وآله الصلاة والسلام مختص بالقرآن الكريم، ليس مختصا بالنبي عفوا بالقرآن الكريم، بل هو شامل لما يوحيه الله تعالى للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء كان بالوحي الجلي أو كان بالوحي الخفي، كما سأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في حلقات مستقلة. لذا لما جعل الله تعالى كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأساس، وجعله مصدرا للعلوم وعنه تفرعت. فلو نظرت إلى علوم الشريعة، فالتفسير مثلا كان مندرجا تحت السنة، وذلك بما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما نقله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو المعروف بالتفسير بالمأثور. ولذلك لا يوجد كتاب من كتب الحديث إلا وفيه كتاب خاص بالتفسير، ولا يوجد إمام من أئمة الحديث المتقدمين من أتباع من التابعين وأتباع التابعين، سواء كانوا الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فيهم، إلا ويكون إما أفرد كتابا مستقلا في التفسير أو جعل التفسير ضمن الكتاب الذي ألفه في الحديث. ولو تتبعنا كتب التفسير الأول، سواء ما طبع منها أو لم يطبع، كتفسير وكيع وعبد بن حميد الكشي وأمثال هؤلاء، أو الذي طبعت مؤخرا كتفسير الطبري ابن جرير ولا البغوي ولا ولا ولا، كل هؤلاء هم من كبار أئمة الحديث، وبقي التفسير مندرجا تحت الحديث حتى نهاية القرن، بدء القرن الرابع الهجري، الذي إيش في بدء القرن الرابع الهجري حيث انفصل عن الحديث. لو نظرنا في كتب الفقه، لو نظرنا إلى الفقه، علم الفقه، فالفقه هو فقه الحديث. ولو نظرنا إلى كتابين من أقدم الكتب في الفقه، كتاب الموطأ للإمام مالك وكتاب الأم للإمام الشافعي، فكتاب الموطأ تنازع العلماء فيه أهو كتاب فقه أم كتاب حديث، لأن الإمام مالكا رحمه الله تعالى وسائر علماء الأمة
ذكر كثيرا من الأحكام الفقهية ضمن هذا الكتاب عقب أو بعد ذكره لروايات الحديث، بل قد يذكر أحكاما فقهية في فقرات كثيرة جدا ولم يذكر قبلها أي أثر للحديث النبوي. وإذا نظرنا في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وسائر علماء الأمة نجده كذلك، يعقد الباب، يأتي بالآيات بالأحاديث النبوية، ثم يشقق الأحكام، فصار أشبه بشرح للأحاديث التي يرويها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا بقي الفقه مدللا بالأحاديث النبوية إلى أن انفصل وأصبح مجردا عن الدليل، وهذا ما نعرفه في كتب الفقه ويعرفه كل طالب علم. لو نظرنا إلى علم الأصول، فعلم الأصول كان مندرجا تحت أصول الحديث وليس منفصلا، ومؤسس علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما أن مؤسس علم مصطلح الحديث هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما بينت ذلك في الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه. إذا نظرنا في هذا الكتاب، كتاب الرسالة للإمام الشافعي، تقرأ أنت لا تدري أنت تبحث في أصول فقه ولا تبحث في أصول حديث، كل تلك الفقرات الموجودة في هذا الكتاب هي أصول حديث، وهي بنفس الوقت اعتمد عليها علماء الأصول، وهكذا الأمر. لهذا قال عبد الله بن عبد الحكم لولده محمد: يا بني إلزم هذا الرجل، فإني لم أرى أعلم منه بالأصلين، إلى أن انفرد أصول الفقه عن أصول الحديث وصار علما مستقلا له كيان خاص. لو نظرنا إلى علم من أهم العلوم في الشريعة وهو علم التوحيد، علم التوحيد يا أيها الإخوة هو أيضا جزئية صغيرة من علم الحديث، وأقصد بالحديث يعني لا أريد الحديث دراية، إنما أريد الحديث رواية. هذا ما تجده أنت في كتب الحديث، ما في كتاب من كتب الحديث إلا وتجد كتاب الإيمان، أو تجد كتاب السنة، أو تجد كتاب التوحيد، وكل من أفرد بابا مستقلا وأطلق عليه كتاب السنة، كما في السنة للخلال، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل في الروايات عن الإمام أحمد، السنة للالكائي، هذه كلها إيش؟ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفردوها وتسمى السنة، كتاب السنة. لو نظرت في صحيح البخاري بعد كتاب التوحيد، عفوا بعد كتاب الوحي كتاب الإيمان، لو نظرت في صحيح مسلم في الأخير كتاب الإيمان، في صحيح البخاري كتاب التوحيد، لو نظرت أنت في السنن، سنن أبي داود كتاب السنة، سنن الترمذي بعد كتاب التفسير، وهكذا. إذن بقي علم التوحيد أيضا مندرجا تحت علم الحديث إلى أن انفصل شيئا فشيئا وانسلخ عن علم الحديث فصار علما مستقلا. وهكذا جميع علوم الشريعة، بل أزيد أكثر أن العلوم الأخرى وهي المعروفة بعلوم الآلة أو التي كتبت أنشئت وجدت فيما بعد كالتاريخ كاللغة،
فكلها وجدت لأجل خدمة السنة النبوية، بل حتى الشعر. كان العرب في الجاهلية يروون أخبارهم ورواياتهم ومآثرهم ومعالم العشيرة والقبيلة إرسالا، بعد ذلك صار يروى بالسند. لو نظرت أنت من أوائل كتب التاريخ على سبيل المثال، مثلا خذ مروج الذهب للمسعودي، خذ تاريخ الطبري، تجدها كلها تروى بالسند. وهذا ما كان موجودا في أمة من الأمم، وكذا في العرب في جاهليتهم وحتى في صدر الإسلام. فلما بدأ بتدوين السنة النبوية وبدأ الصحابة والتابعون من بعدهم وأتباع التابعين في التمحيص، واضطروا إلى التنقير لبيان الصحيح من الدخيل بعد دخول فئات مغرضة للطعن والنيل من هذا الدين، اضطر علماء الأمة: من حدثك؟ من أخبرك؟ من يشهد لك؟ وهذا بدأ في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، واستمر في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم جاء بعد ذلك استمر الأمر كذلك. لذلك جميع العلوم والتي هي ليست في الأصل مرتبطة بآية قرآنية أو حديث نبوي أو فقه أو تفسير أو أصول، صارت تروى كلها بالسند خدمة للسنة النبوية. فما موقف الأمة من السنة النبوية بعد ذلك؟ هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقات القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.